يعني. عدت يعني شوية نرجع إلى الأسئلة. أنت يمكن أنا على مستوى الشخصي أعرفك تعيشين حياة رفاهية، يعني على مستوى الحياة المعيشة والمادة والكذا، لا مو ليش كلش ما مو صرتي كلش والله. أوكي ليش ما صرتي مثل باقي الناس اللي موجودين بالسوشيال ميديا ودي يطلعون هذا الشيء خدم وحشم وكذا وكذا، ويوميا ستوريات وسنابات وجمهور يشوفني وكذا، ليش ما طلعتي حياتك الميديا؟ اسف اذا دخلت شوي بالخصوصيات، بس اريد هو اسال ليش يدري ما عن طلعتي الميديا خصوصياتي وانت بعيدة. موجوده بالميديا بشكل قوي يعني. اي موجودة. اول شيء خصوصية بيتي هذه خصوصية، يعني يمكن ليش ساعة قلت لك كل شيء بالحياة هو حدود. اليوم البيت كل شيء داخل البيت هو خصوصية، من اني عرضت خصوصيتي خارج البيت اصبح الموضوع ذوق عام، ذوق عام، لازم احترم الذوق العام. يعني انت مثلا باللبسه ما تاخذين ذوق جمهورك بالاكله بالكذا ما له بالطلعه دخل. انا اليوم عندي يعني اليوم انا جمهوري يشوفني اني يشوف لبسي اني نفسي، يعني يحبني الي اني، ما يحب انه اني اقعد ستايل والبرستيج مالتي وكذا، هو ما يهمه. قلت لك دا اكمل لك على الذوق العام. انا طبعا تحياتي لكل بس المشاهير. اريد اختصار على مود اسالك اي سؤال. تحياتي لكل المشاهير. اني اكو مشاهير ضد هواي ضد طرحوا انه اني حياتهم. ضد انه اني حياتي الخاصه يطرحها بادق التفاصيل، لان اكو ناس معانا ناس فقراء، هاي اولا. ثانيا اكو قد يكون زوج وزوجه ما متمكنين مثل اللي موجود اللي عندنا، موجودين بالميديا فراح ينقهرون، راح تسبب له مشكله، راح يسبب جدال بين الزوج والزوجه. ايش معنى فلانه؟ ليش فلانه؟ انا ما احب اوصل هذه الفكره. احسش فخاله قد تقصدين عالم بهذا الكلام. لا 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 الكل خلي يعني يزعلوا مني الكل. انا اكو ضد التبرج. يعني يوم مثلا عندنا مع تحياتنا للنجمه شهد الشمر، يعني يوم فيديوهات أحبها. ستوريات حلوه ولطيفه أحبها. هي وعائلته وكذا بدون اسفاف بالمناسبه وبدون تناقضات، فيديوهات من حياتهم الحلوه، هل انت مع هذا الموضوع؟ يعني مثلا تقصدين هيك محتوى لو غير تحياتي لشهد الشمري حبيبتي. اولا انا من متابعيها. اوكي اكيد تحياتنا لها. شهد تعبت يلا وصلت لهذا الموضوع، هي متقصده تنشر هذا الشيء، متقصده توصل، لان هي تعبت بحياتها. يلا وصلت اللي يلا هي وصلت اللي هي هسه وصلت له. وطبعا ايضا الجميل بالموضوع تحياتي لفهد، ان شاء الله جعلته اخويا داعم الها ومساند الها. هذا الجميل اللي خلى روحها تطير بالسماء. حلو. للامانه هي بنيه نفسيتها تعبت من خلال السنوات اللي قبلها زي. من ناحيه الاهل وكذا. فهذا نستثني شاهد من هذه القاعده اللي احنا هذا حكينا بعيد. عنها، يعني هي تراويهم نجاحها مو يعني نقول وهي ترى تساعد يلعب. شهد شهد الساعد. هذا الجميل. تمام وايد ساعد ناس. تمام تحياتي. شكرا لجوابك هذا واقنعتينا حقيقه، وتحياتنا للشاعره الجميله شهد الشمري، نسمع لها تصفيق.